السلام عليكم حبوباتي، كيف راكم؟ كيف الاجواء عندكم؟ كاين شي برد؟ حنايا راه ماشي البرد، شي حاجه تعدت مراحل البرد عندنا الجامودي. كي تنقول لكم دائما واحد السيده تندي لها الدراري تتقري القران، هي اللي تتقري جانا ومتبعاني في اليوتيوب، وهي تقول لي مشيت ديت لها جانا وانا نقول لها البرد يا اختي، وهي تقول لي الجامودي كي تتقولي لنا دائما. بقيت تنضحك، قلت فعلا ديما تنقول هاد كلمه الجامودي. فكاين الجامودي. قبل ما نبدا لكم الفيديو والله تنقول لكم عادي تموتوا عليا بالضحك، جيت دابا خارجه من الخدمه وما يتبراو فيا دابا في الخدمه عندنا فاش تنكملوا الخدمه تنمسحوا ديك الطبله فاش خدامين، يعني كل واحد فاش تيسالي تيجمع الماتيريال ديالو تيمسح الطبله ديالو، كلشي تيدير الماء سخون ودوك الفويطات وتيمسح. انا تنمشي لواحد البيت فيه دوك المواد ديال التنظيف وفيه واحد سانيكروا مجهد بحال قلتو الروح ديال سانيكروا، هو داك سانيكروا تيستخدموه دوك اللي تيديروا التنظيف فاش تيمسحوا به الارض ويغسلوا به الحمامات، المهم تيستعملوه دوك صحاب الهاوس كيبر. ولكن بالنسبه لينا حنا حتى واحد ما تيمشي يقيسو، يعني اغلبيه تيمسح الطبله ديالو بالفوطه وصافي. انايا الروح ديالي في داك سانيكروا، فوق ما نسالي الخدمه تنمشي ندي واحد السطيل وتنعمر فيه داك سانيكروا هو مجهد، وتنجي تنمسح به الطبله هو ديال الارض، وانا تنبقى نمسح به ديك الطبلات الحديد نمسح ونعاود، وتنمشي لواحد لافابو حدايا وتنبقى تنمسح فيه. وتبقى تقول لي واحد صاحبتي علاش تتمسحي تما؟ تنقول لها صاحبك معشوقه في المسيحه باغي نشم تتحمقني هاد الريحه. ودابا مشكله تيمشيو يشريو هما داك الشيء ماشي من المحلات العاديين، يعني تيشريو من المحلات تلقرو، وديك الماركه ما عمري مازال لقيتها. قالي امل واحد مقلب عليها في ريستورون ديكو، حتى راني مصوره داك البيدو وتنقلب فوقاش نلقاه، تنقول شهوتي نديه ونبقى نغسل به الحمامات ونشم ديك الريحه ديالو عندي في الدار في الحمامات. والمهم باختصار عياوي صبروا ديك صاحبتي المغربيه ديما تتقول لي اختي راه تديري لي الشقيقه. اليوم ساليت ومشيت درت واحد تغرغيره سانيكروا وبقيت مسح 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 وما يتجمع عليا كاملين، كلهم قالوا لي اختي راه تدوخينه. واحد صبليونيه قالت لي اختي راه تنسكر بهاد الريحه، قالت لي راه تنبقى تندير وتجمعوا. وعتي حشمت تنقول لهم وانتي، تتقول لي اختي انا راه ما تنقدش عليها، والاخرى تنقول لها وانتي، تتقول لقيت راسي بوحدي اللي تعجبني الريحه سانيكروا ومساكن صابرين وكلهم ما تيحملوش ديك الريحه تجيهم مجهده، وتنمسح بها انا الطبله مزيان وتلبس حوايجي وتمشي فحالي وتنخليها وتبقى ريحتها مجهده، وتيبقاو مساكن خدامين وتيشوفوا ديك الريحه تسانيكرو. ايوا لحصل قتلوني بالضحك. عاد قلت لهم لا والله الا زوين، قالوا لي لا اختي ما زوين. قلت لهم صافي انا قربت نلقى، الا لقيته غادي نبقى نديرو في داري ما نعاودش نديرو لكم في الخدمه صافي، ولكن ما حدي مازال ما لقيته خصني ضروري نمشي نضرب فيه شميمه. راه قلت لكم تيشدني الادماني على سانيكروات وجافيلات والصوابن. المهم ضحكت شويه. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معاكم النهار ديالي او نص النهار ديالي. دابا هادي 12:30، خرجت من الخدمه اليوم الجمعه، تنخدمين نص النهار، غادي نمشي وان شاء الله كيف العاده صورت لكم في الاول الفيديو شويه الخدمه اللي خدمت. غادي نمشي نشوف جانا حتى هي عندها غير نص نهار، تخرج في 12:30 حتى هي، فغادي نمشي نهز جانا ونبقاو تما، لان جانا تتقرا في واحد المدرسه اسلاميه، وديك المدرسه دايره بحال شي مركز اسلامي صغير دايرين فيها الجامع، فغادي نصليو ان شاء الله الجمعه تما. ما غنمشيش لادم لان هاد البلاصه قريبه لداري بزاف، يعني 2 مينت من الدار، فغندوز على جانا ونصليو الجمعه تما وعاد نخرجوا نشوفوا فين نمشيو. باغا نمشي لوول مارت خصني نشري واحد البلاستيك ديال الطبله. المهم نشوف انا وجانا ندورو شويه لان حمدي يجي حتى للثلاثة، وعاد نمشيو للدار نطيبو كسيكسو. ما ماشي مشكل نطيبو معطل لان راكم عارفين ما تنتغدى حتى تيجي راجلي، فراجلي تيجي حتى لخمسة ونص اولا، فماشي مشكل يعني هاد الصباح نستغلو نمشي للبلايص اللي باغا نمشي لهم، وتنجي بحمدي في الثلاثة عاد نطيبو الكسيكسو. المهم انا حتى نهضر مع البروغرام عاد غادي يبان، المهم انتوما معايا خطوة بخطوة. احنا وصلنا يا البنات،
صافي ما غاديش نصور لكم من الداخل حيت هنا ماشي بحال الشكل ديال ادم سنتر كبير وفيه الممرات وفيه ما يتصور، يعني هنا المكان صغير وحتى داك المصلى صغير، هو اصلا بحال ساحه صغيره بحال واحد القاعه وقاسمينها تيديروا الرجال القدام ودايرين واحد الحاجز ودايرين العيالات تيصليو، المهم تتكون مضيقه وعامره، يعني ما عنديش كاع اتساع فين جبت التليفون وصافي. انا جايبه عبايتي معايا، قلت باش نخرج من الخدمه ما نرجعش ندوز للدار، نحيد هي الجاكيطه ونلبس العبايه ديالي. جايبه هادي ديال جانا، هادو ديال جانا راني شاركتهم معكم في واحد الفيديو فاش مشيت لخال الخليلي وشفتوهم، ولكن كاين اللي يمكن اللي ما شافش داك الفيديو حيت البنات اللي تيشوفوا تصاور جانا في الانستغرام تيقولوا لي منين شريتي لها هاد الحجابات، هادو راه من خال الخليلي كانوا دايرين 3 ب 12 دولار، خديت لها 3 صافي. هو هذا خرج انا صافي، راه ما غاديش تبقى دابا تبان في القناه لان هذا القانون ديال اليوتيوب مازال عاد تنحاولوا نفهموه. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو خاص على القانون الجديد ديال اليوتيوب، على القانون ديال كوبا، على داكشي ديال الاطفال، على ضريبه اليوتيوب. المهم ندير فيديو نهضر لكم فيه غير على هادشي، ما بغيتش ندخل وسط شي روتين باش يكون فيديو محدد. فالمهم غادي ندخل ناخذ جانا ثم نمشيو للمصلى ومن بعد نكملوا الفيديو ديالنا. وصافي البنات كملنا الصلاه وداكشي الله يتقبل الحمد لله، وغادي نمشي لوول مارت. كي قلت لكم غادي نبدا بوول مارت لان هادي مده وانا باغا نمشي نشري بلاستيك باش ندير لا ناب، الطبله تندير لها دوك الفرارشات الصغار، ودابا راه شقالي ندير لا ناب، البارح طلقت لا ناب وخصني نشري لها ميكا جديده حيت الميكا القديمه بحال قصاحت وانا نرميها، الميكا تيبقاو يقصاحو مع المده ما تيعجبونيش فاش تيتقروشو. وجيت البنات غادي ناخذ الطحين لانني محتاجه، خديت الزيت. شوف جيت على الميكا انا بداو تيبانوا لي البلانات، وعاد نمشي ناخذ اللبن غنصور لكم اللبن باش تعرفوا البنات اللي تيقولوا لي فين تطلقاي اللبن، يعني ضغطت بزاف البنات تلبونا، ولكن اللبن اللي عجبني هو هذا اللي تيتباع. بغيت نوريكم البنات هاد ماستر داش، تناخذ هادي هاد الصفرة، خذوا اللي غطيتها صفرة، هادي الطعم ديالها غزال، مخلط فيها كلشي، فيها الربيع فيها الحامض فيها الثومه فيها كلشي، شتو هي دايره بحال شي عطريه. هادي تجي غزاله بالنسبه للستيك ديال الدجاج، بالنسبه للستيك ديال السالمون هي تديروها فيها شويه وتسوطيوها، بالنسبه للخضره في الفران يعني تتبلوا بها اي حاجه تتعطي واحد المذاق رائع. شنو غنشاركها معكم ان شاء الله بشي وصفه تلقاوها في كاع المحلات. واحد الحاجه بالنسبه للحوم البنات، قليل اللي تيعرف ان وول مارت، ما عرفتش واش كاع وول مارتات ولا هاد الحدايا، انه عنده ولا تيجيب مؤخرا الدجاج الحلال، يعني هاد اللحوم البيضاء حلال، ما كانتش حلالي ولكن دابا ولات هاد البراند هادي، انا نصورها لكم هاد البراند هادي تجيب الدجاج حلال، الكفته ديال الدجاج حلال، والدجاج صحيح حلال. يعني انا بالنسبه ليا راكم تتشوفوني منين تنشري اللحوم، ولكن سام تايمز يعني بنادم يكون مزروب ما عندوش الوقت يمشي لشي بلاصه بعيده. نزيد لكم هذه المعلومه في راسكم ان هنا غادي تلقاو جيت الدجاج هذا البراند، المنتجات ديالها راه حلال، راه غتبان لكم مكتوبه فيها حلال. بغيت البنات نوريكم هاد البسكويت ديال اللوتس، راه تتشوفوه بزاف الوصفات ديال التشيز كيك، وصفات ديال الحاله هكا، راني شاركته معكم شحال من مره مع دانون وداك الشيء، وكاين الناس اللي تيسحبهم راه تيتباع في دول الخليج ولا في اوروبا، راه ما كاينش في امريكا، راه كاين غادي تلقاوه في فول مارت في جهه هاد البسكويت. شوفوا الجهه اللي فيها المنتجات الاوروبيه، هنا تشافي المنتجات الأوروبية راه غادي تلقاوه طبيعة الحال غني عن التعريف. وهذا تا هو غزال، شكون عقل طيحته، شكون عقل على هذا البنات، كنا تناكلوه في الصغر تيجيبوه من اسبانيا مع داكشي ديال الشمال، المذاق ديالو مميز، ها هو اوروبيا بسكوي، انا عقل عليه من الصغر تنجي ديما لهنا تناخذو، تيعجبني صراحه بنين بزاف. تعرفوا هنا في امريكان عندهم هادشي ديال السويت وداك البسكوي حلو بزاف وما بنينش صراحه، ما كاينش بحال الحاجات الاوروبيه عندها واحد الطعم خاص. بالنسبه للبيضه البنات تناخذ هنا واحد من كاسكو اللي تيكون اورغانيك، الا ما لقيتوش كاسكو بغيتو تاخذو من وول مارت او من محل اخر، خذوا هذا اللي تيكون كيج فري، هذا تيكون من الفارم، تيكون
يكون اورغانيك ما تيكونش فيه شي مواد زايده، يكون بنيون بنيون. الاخر تيكون فيه واحد الماده. الشكل المشكل العاوز هو انني ما لقيتش اللبن. دابا كفستها انا ما لقيتش اللبن، خصني نمشي نقلب عليه في بلاصه اخرى، خصني نمشي لسيفوي. لا البنات ها هو لقيتو لقيتو. ناري تخلعت فيا ما نضربهاش قوه. هو هذا اللبن البنات اللي تناخذ انايا، هاد كلافرلاند. المهم خذوا اي براند بغيتو، راه تكون غطيتو صفرا. وها هو تيكون باتر ميلك. باتر ميلك هو اللبن، راه المذاق ديال اللبن نيشان. ما تاخذوش اللي داك اللي تيكون فيه لو فات، لان تيكون داير كلمه، تيكون محيدين منه الدهون. تعرفوا الحلاوه ديال اللبن هي داك الزبيده اللي فيه. فهذا هو اللي تناخذ انا خطيرات صغير على حسابنا باش ما يبقاش. فهو هذا هانتوما، هذا راه غزال، راه في وول مارت هذا البراند، ما عرفتش كاينه في محلات اخرين. المهم جربوها وردوا عليا. جيت البنات نشارك معكم حتى هذا الطانون، هذا غزال سميتو وي. هذا راه فرنش ستايل. شوف انا تمشي ديما الفرنش ستايل والاوروبيان ستايل. هذا فن، فيه واحد الديه البنات وفيه الفروت لتحت. المهم نتوما عاد تخلطوه. كاين المونغو، كاين هذه تتبع كل كويس بوحدو، راه ديال الزاج. غزال هذا ما فيهش الجيلاتين نهائيا، يعني حلال. وحتى بالنسبه للناس اللي تكونوا دايرين دايت او ممنوع عليهم طبيا ياكلوا الجلوتين، فهذا جلوتين فري. وحتى الجيلاتين ما فيهش. غزال غزال، الا لقيتوه جربوه وردوا عليا. انا تيعجبني ديال الخوخ، انا خدت الخوخ والمونغ تيعجب خالد. هما الميكات، فعلاش جينا من الاساس. حتى هادو جاوني قاصحين ولا يمني مطويين. يابسين وكلا يمني مطوية، الا تحلات ترخف. كاينين حتى هادو، لكن هادو هنوريهم لكم. هاهم كنا دايرين كيلا ناف، فيهم توب من الداخل وميكا من على برا. لكن انا حيت ديجا درت لاناف خصنا غير هادو ترونسبارو. مي حتى هادو راه زوينين، حتى هادو زوينين، حتى هادو كانوا عندي. صافي البنات كملت، غادي نمشي دابا نخلص ونخرجوا من هنا. تي تندخل شي بلاصه تنلصق، وليت خديت واحد الكيسان عجبوني جايني دابا حيت الديكور جديد في الكوزينه، درت فيه تيركوا. دابا تنبقى خارجه فين ما بانتليش حاجه تيركوا تناخذها. فخديت غلاي، شوفوا خديت غلاي تيركوا باش نحيد داك الاحمر، لان ما بقاش كاع اصورتي في الكوزينه. وخديت واحد الماكس، واحد الكيسان ديال الحليب عندي بويض، خديت هادو في تيركوا باش يجيوني غاديين اصورت. دابا تشوفكوا كاع فين ما نشوف شي تشوفكوا تيحوالوا لي العينين. غادي نمشي دابا نخلص باش نخرجوا بحال البنات. جيت للورد ماركت، ما عرفتش واش كاين في كاع الولايات. المهم الناس اللي تيعرفوه وورد ماركت فيه المعان، كويطويات، التخربيق. المهم فيه التواشى بزاف وفيه من كاع البلدان، تلقاوك المغرب ديال الهنود، داكشي ديال المكسيكيين. المهم تيعجبني حيت فيه داكشي بحال انتيك، بحال ما تقولوا داكشي انتيك وداكشي تراديسيونيل بحال البازار. وعاد فيه هكا الماكله، الكوكيز، القهوه، داكشي اللي تيكون مستورد ماشي من هنا، يعني الحاجه ديال كل البلاد. فتيعجبني هكا نجي نضرب فيه دويره نشوف شنو كاين. البنات هنا شي هاد تعجبني، تيجربوا هاد بحال الحنابل تويشيات. الشجرات عجبوني، هاد الشجرات يمكن يكونو تمن 179، عارفهم تيكونو غاليين. شو دوك المخدات اللي مصاوبين تاهما بحال بالحنبل، وهنا هاد الزرابيل تيكونو مخدومين باليد، داكشي الخشب تيكونو فيه تويشات زوينين. البنات هنايا عاوتاني داكشي الهنود، الشينوا، تويشات النحاس. شوفوا هاد الجمل بحال ديال المغرب، شي صفيبطات بحال تيلبسو الهنود. شوفوا الخميسات،
داكشي عندهم تقليد يشوفوا صناديقات داكشي زوين. شوفوا هادو فنين هاد لي يدين تاع البلاكارات هاد التركوا واللي خاصني خساره البلاكارات تاع الكوزينه ما عنديش فيهم هاد النوع عندي فيهم دوك الطوال ما كون خديتهم شي شحال فنين ديال الستاج. شوفوا هادو دايرين كيس اللي جلفاس على لاقات داكشي حليل لو حليل لو حليل لو. حنا البنات هادي تلقاو ركن الكافي غتلقاو فيها كاع الانواع ديال القهوه غتلقاو هاد لافازا الايطاليه خالد تيحمق عليها. المهم غادي تلقاو انواع كثيره ديال القهوه كاينه هنايا. هنايا اللي بغى ياخذ القهوه حبوبو يطحنها. ريحه القهوه عاطيه التوابل كيعجبني الستيل ديال هاد المحل. مما تلقاو من كل بلاد شويه من كل بلاد حويجه. هنا البنات شوفوا هادو شحال فنين دايرين بحال الزليجات راه الزليجات ماشي بحال الزليجات دايرين لهم هاد الرجيلات زعما تحك عليهم شي حاجه صغيره جايين فنين. كيفهم تيكون عندهم هاد التويشيات واعر. شوما البنات حتى المعان عندهم داكشي تيحمق تيعجبوني المعانات عندهم مستيلين. قلت لكم كلشي عندهم داير بحال انتيك. ها اللي خصني المقالي تشوفكو خصني المقالي تشوفكو خصني الغلالي ها هو غلالي تشوفكو نشوف شحال. ما لا رخص من اللي خديت فوق المارت كل اخر واقيلا تقيل شويه. فالمهم نضرب تدويره وغادي نمشيو دابا. صافي البنات دوماج ما بقاليش الوقت نمشي لكودويل صافي وصلت الثلاثة فجيت تنتسنى حمدي قال غتبدا الشتا تتنقض فجينا تنتسناو الباص ديال حمدي ناخذوه في خطره وعاد نمشيو للدار ان شاء الله. وصافي البنات رجعنا للدار غادي ندوز باش نطيب الكسكسو كي قلت لكم ترسي شويه التقديه وغادي نصب الكسكسو. ما صورت لكمش في الطريق دست بالزربه قبل ما نجيبو حمدي دست عند واحد المحل حدانا ايراني عندهم المخبزه ديال الخبز هذا تيطرحوه قدامك سخون فجبتو كي تشوفوا الميكا عرقانه مازال سخون هذا جبتو على حساب حتى السبت الصباح ان شاء الله الفطور. وشريت من عنده اللحم لانه قزاز فخديت من عنده واحد الرجيله ديال الغنمي وقطعها لي كيف ما تشوفوا هكايا باش تجيني واجده فما نطيبهاش كلها بطبيعه الحال. فغادي نهز القياس اللي غادي نطيبو في الكسكسو ندير شي لاخر في الفريغو ونبدا نرصي هاد التقديه. بغيت البنات نوريكم بالنسبه للبصله اللي تنصبيها للحم ديال الكسكسو اما حكوها في الحكاكه الغليظه اما طحنوها في هذه الماكينه. علاش؟ لان هذه تطحنها رقيقه بحال محكوكه نيت. علاش؟ لان هاد البصله فاش تطحن هنا ولا تتحك في الحكاكه تتطلق الماء ديالها فاش تطيب تجي المرقه ملبيه وتجي المريقه ديال الكسكسو خاسره لان تنعرفوا اللحم ماشي بحال الدجاج. الدجاج تيطلق الختوريه ديالو في المرقه باغ كونط اللحم تيخلي المرقه خفيفه. البصله ما تشلضوهاش بيديكم لانها تبقى تتعوم وتطلقش الماء ديالها. اللهم حكوها ولا طحنوها هنا كونوا متاكدين راه تطلق الماء ديالها وتجيكم المريقه خاتره مزيان. صافي البنات هانتوما نصبت اللحيمه. بالنسبه لديك الماكينه اللي طحنت فيها البصله طحنت فيها حتى الربيع ومطيشه يعني درت فيها واحد الحبه ديال المطيشه مقشره شويه القزبر والمعدنوس وطحنتهم حتى هما ودرت كي تتشوفوا واحد نص معلقه ديال مطيشه الحك تتبقى اختياريه اللي ما يبغيهاش ما يديرهاش والعطريه ونصبت اللحم انا نخليه يتقلى شويه واحد المرق عليه.
شوفوا البنات شنو شريت داك النهار. نهار الكنافه خليت شدو عظام وعلى جبنات العكاوي. بقاو البنات في التعليقات تيقولوا لي شري له هذا العكاوي، شري له هذا العكاوي. فاليوم ملي مشيت عند الجزار وانا نلقاها وانا نجيبها، قلت والله حتى ندي له هذه جبنات العكاوي نشوفوها كي دايره. فهي هذه يعني انتم مازال ما حليتها، ان شاء الله تنجربها في الكنافه ونقول لكم كي غادي تجي. البنات عاد نفرش الميك، عاد وصلت ها النوبه. ديك الصوحية اللي فيها خلعتني ساعة لا طبيعي مني كانت مطوية على بزاف. البنات غندوز ندير الكسكسو اليوم. عندي واحد التحدي، عندي تحدي فعلا الكسكسو. ما عرفتش واش غير انا اللي تيزكالي ولا كلشي تيزكالو. تنعيا نطيب شويه وتيجيني الكسكسو بزاف، تنعيا نطيب غير شويه وتجيني القصعه كبيره. تيقول لي خالد ربي واش انا وياك ناكلو هاد القصعه. تنقول له راه طيبت شويه وفاش سقيتو كثر. دائما عندي هذا المشكل. اليوم عيطت لخالد في التليفون قال لي واش ديري الكسكسو، قلت له اه، قال لي واش الله ديري نصف الكميه. قال لي داك القياس اللي تطيبي طيبي نصو راه غيقدنا. وهاد المره قلت غادي نديرها، فعلا درت نصف الكميه. كي تشوفوا هنا عندي كسكسو البلبوله، هذا ديال الباكيه ديال التريه عادي اللي تكون مكتوبه فيه كسكسو البلبوله. عندي النص والنص من الكسكسو العادي، وعندي الخضره. الخضره حنا ما تناكلوش الخضره، يعني انا تناكل غير بطاطا الحلوه، هادشي اللي تناكل في الخضره. خالد تياكل شويه الا داق المكور ولا القرعه، ولكن خالد تيبغي كسكسو واللحم، الخضره ما عندوش معاها. فهذا علاش ما شريتش القرعه حمراء وما شريتش اللفت، فدرت غير قريعه وحده. وبطاطا غندير هي وحده وحده، تنحكها في المرقه باش تجيني المرقه ثقيله. راني فايت شاركت معكم هذه الطريقه. وعندي مطيشه وحده وبطاطا حلوه وخزويه وحده. المهم انا غادي نجيب هذا الكسكسو كي غادي يجي. قلت والو غادي نقلل فعلا لان تندير القياس بزاف، وغادي ندير الحمص لان ما نصبتوش مع اللحم ما عنديش فاز. صافي البنات ها هو الكسكسو، هذه الكسعه ديالنا. كي تنقولوا دائما الكسكسو فيه البركه. درت التحدي وطيبت نصف الكميه، ولكن واخا هكا فاش تتسقرات تجي باينه. والله الا درت نص الكميه والقرعه حمراء واللفت ما درتهمش، ولكن ربع الكميه ولكن واخا هكاك الريحه بعدا باين بنين. تندوقوا ونشوفوا واللبينه بطبيعه الحال اللبن ضروري، خاص دا يكون اسمر من هنا يكون الاحمر والبيض. وصافي البنات هذه هي غديوتنا، غادي ندوزو دابا نتغداو نتعشاو نيت والله. كيف العاده البنات ضروري ما نشارك معكم شي وصفه عندها علاقه بالوجه، شي ماسك ولا شي حاجه باش تكون الافاده. فالوصفه ديال اليوم غادي تكون بالشوفان اللي هو هذا. الشوفان طحنتو بحال هذا الشكل، بغيتو تشريو دقيق الشوفان راه تيتباع واجد. ما عندكمش بحالي فتطحنوا الشوفان حتى تيولي هكا غبره. غادي نحتاجو فرماجه ديال الكيري، غنحتاجو شويه ديال ماء الورد. ماء الورد عندي الفوق في الحمام، غادي نطلع ناخذو. اذا هادو هما المكونات، ماء الورد وكيري والشوفان. هاد القناع تيحيد التصبغات ومبيض للبشره. غادي نطلعو للحمام الفوق نخلطوه ونشوفوه. دابا البنات كي قلت لكم طلعنا نخلطوا الماسك ديالنا، هو هذا الشوفان. تنزيدوا له فرماجه ديال الكيري، عندها مفعول خطير في التبييض. تنحاولوا نمعكوها مع هذا الشوفان مزيان. وكاين ماء الورد، ماء الورد هو بحال اللي تنرطبوا به الخليط. وها هو الخليط ديالنا واجد. تنغسلو الوجه ديالنا عادي بالصابون، او الا كان محتاج تقشير تنقشروه.
ثم تنحطوا القناع. صافا البنات تنحطوا القناع طبعا على الوجه وعلى الرقبه، ضروري في كاع الاقنعه نديروا حتى الرقبه. غادي نخليوه في الوجه مده ثلث ساعه حتى نص ساعه، ثم غادي نغسلوه. هاد اللي غيبقى لكم غطيوه بالسلوفان وديروه في الثلاجه، راه ما تيوقع له حتى شي حاجه. ممكن ديروه من جوج المرات حتى ثلاثه المرات في الاسبوع، ما عنده حتى شي اعراض جانبيه، ما عنده حتى شي ضرر. بالنسبه للناس اللي عندهم شي مناسبه خاصه بحال العرايسات ولا اللي عندهم شي مناسبه، ممكن يديروه حتى يوميا، راه ما عنده حتى شي ضرر، والتبييض ديالو فعال وتتبان لكم النتيجه. وبطبيعه الحال الفوائد ديال الشوفان ما محتاجاش نهضروا عليها، يعني راها معروفه وغنيه عن التعريف. نتمنى هذه الفكره تكون عجبتكم. صافي البنات، من بعد ما كملت القناع ديالي جلسنا شي شويه، فخديت هاد ويل اللي شاركت معاكم في المشتريات ديال وولمارت، قدمته مع شويه ديال البسكوي، وغادي نشوفوا شي حاجه نتفرجوا فيها. غندير المسلسل ديالي، مسلسل مغربي ديال دموع وردة، تيكونوا جوج الحلقات تحطوا دابا في اليوتيوب، فهو اللي غادي ندير نقصروا عليه شويه. نغسل الخضره ونديرها في الثلاجه. لا غير غسلتها نساليها وشي نصوبها، ما يمكنش نعاونك شويه نخليك ديري كلشي بوحدك.